بالنسبة للكليب، فهمتني، في حسب اعتقادي هي، فهمت، الراب هي يعني على مستوى الإيقاع وعلى مستوى، فهمتني، الجنس، هي حالة متوترة حتى فنيا، فهمتي داخل، يعني تعبر عن حاجات يعني متوترة، نجم يعني كما تقول أنت نقف ضدها أو ندينوها بما حاولت، يعني كما نقولوا بالمس، يعني بالمعقفين بالأخلاق العميدة أو بالمعقفين التطاول على، فهمتني، جهاز، فهمت، خاصة في المرحلة الانتقالية من تاريخ تونس، يعني نحبوها تكون، فهمت، المؤسسة، فهمت، قوية محايدة، يعني جمهورية، يعني في هذا الإطار نجم ندينو، فهمتني، العمل الكليب هذا، ولكن ما نجموش نعزلوا الكليب عن إطاره الزماني والمكاني. إيش معناتها؟ فهمت، أنا نتصور مشهد التونسي كله لا يتجزأ. الكليب هذايا يعني كما تقول انت، يعني حسب تقديري، يعني وحسب ما شفت، هو تعمل بعد يوم 6 فيفري وقبل تشكيل الحكومه، فهمتني، جديده. انا نقول تميزت الفتره هذه يعني واللي قبلها من تاريخ تونس، يعني بحده العنف اللي صار في البلاد، حتى العقلاء، فهمت، في البلاد هذه ادعوا الى مؤتمر وطني، فهمت، لنبذ العنف، فهمت، العنف سواء كان مادي او يعني عنف، فهمتني، لفظي. العنف هذا وجدناه في الملاعب كره القدم، وجدناه في البلاتوات، وجدناه في كل بلاصه. انا اتصور الكليب يعني هذا يندرج او، فهمت، او حتى مظهورات العنف اللفظي الذي بلغ حد، يعني مش الانفلات بانفلات الخطاب، بل تعبير يعني فوضى الخطاب. احنا نعيش في تونس فوضى، فهمت، الخطاب، فوضى الخطاب هذايا. تتصور انت مثلا، شوف يعني مدى الاحتقان اللي وصل مثلا، يعني فهمت، في البلاتوات التونسيه، البلاتوات التونسيه، تصور عقلاء القوم من ساسه من كبار، فهمتني، يعني كيفاش بلغ الاحتقان بينات بعضهم، ثم هذا يرفع، فهمتني، يعني ينعكس، فهمتني، سلبا يظهر لي انا على المتلقي، خاصه، فهمتني، يعني الشباب. ما نجمش نعزل، فهمتني، الاطار هذا الكل عن يعني ما يقع، فهمتني، هنا، وفهمتني، ولا هنا. انا في تقديري يعني فهم مسؤوليه جماعيه، خاطر هذا العنف قاعد، فهمتني، كما يقولوا يدار، يعني مش في بلاتوات برك، في التجمعات، في المجلس الوطني التأسيسي، وخاصة في مجال، فهمتني، العالم الافتراضي، وفهمت، الفيسبوك. في هذا، فهمت، وقت اللي احنا مثلا يعني كما نقولوا نقروا بهذية، دونك ولات المسألة يعني كما تقول انت مسؤولية، فهمتني، جماعية بامتياز، يعني فهمتي لخيري، فهمت. وانا هنا يعني انا كأب وكولي، فهمتني، عندي مخاوف ان يدفع ثلة من شباب يعني ضريبة هذا العنف الجماعي. أنا يعني بالنسبة لي يعني كما يقولوا يعني هذا مخاوف حقيقية، مخاوف حقيقية. ثم المخاوف الحقيقية هذه يعني أختي، أنا رأى يعني رغم تقديري، فهمت، الخاص، يعني جهاز الأمن، فهمتني، يعني داخلي نحبوه يكون مؤسسة، فهمتني، كما تقولت، جهاز يعني متماسك، خاصة احنا نمنوا بخيار الدولة وبالانتقال الديمقراطي، يعني بالديمقراطية زي ما تترساني في تونس، ولابد يعني من يعني مؤسسة أمنية تقف يعني، فهمتني، على ساقيها هي والمؤسسات الأخرى. ولكن في نفس الوقت أنا يعني كما تقولت تنتاب لي بعض المخاوف. وقت أنا على سبيل المثال يعني تصويرة ابني مثلا، تصويرة ابني في حد صفحات مثلا، واحد يقول شيء وهو شادد ورقة، فهمتني، بيضة، والله أنا ما عرفش كيفاش يعني المخيلة نتاعي يعني، فهمت، تحالت مباشرة إلى يعني أمريكا اللاتينية، إلى سلفادور اللندي، إلى بابلو نيرودا، إلى لتا دو سياج إيف مونتون، وبعد ضربت لي، فهمت، مشات إيطاليا من هنا الأولوية الحمراء، فهمت، سلفادور اللندي، فهموني قعدتني يعني، فهمتني، خايف. حتى تسألت يعني هل اللي نشاهد فيه هذا معتقل أو مختطف، يعني فهمت كل شيء. ثم رجع لي شهادة العقل اللي هو يعني معتقل مش مختطف. ثم ولو تزداد المخاوف. علاش تزداد المخاوف؟ انا نعرف اليوم فما حكومة، فهمت، جديدة، وفما يعني بما فيهم انا مثلا نرفع، فهمتني، شعار لابد من ارجاع، فهمتني، هيبة، فهمتني، الدولة. نخاف لهذا، فهمتني، في الشعار، فهمتني، ياكل، فهمتني، فهمتني، يقولوا يعني او يمشي في ضحيته، فهمتني، يعني ابنائنا خاصة في هذه القضية. البارح سي فوزي كنا التقينا بعائلة صابرين القليبي، والدها ووالدتها، فيما يتعلق بالصورة اللي تم نشرها على صفحة على من صفحات الفيسبوك، وصفحة غير رسمية، يعني معناتها صفحة امن ولكنها غير رسمية، واسمها
شرطة تونس، قالوا أنهم مش يسعوا إلى مقاضاة الأطراف التي تقف وراء نشر هذه الصورة لعدم قانونيتها. بالنسبة لك أنت كيف سيتم التعامل؟ هل ستسعى كذلك إلى مقاضاة من سيثبت أن وراء نشر هذه الصور؟ والله أنا نميل إلى التعقل من كلا الطرفين. أنا سبق وقلت لك هذا يندرج في إطار فهمتني فوضى الخطاب، وأنا واحد من الناس ما نميلش إلى تصعيد فهمت الموقف. أنا نتفهم غضب قطاع فهمتني حول فهمتني محدث، نتفهم كذلك، أنا نتفهم يعني ونحاول نفهم علاش يعني بعض من شبابنا يلجأ إلى خيارات تصعيدية لا معقولة. فهمت؟ أنا رأى مثلا على سبيل المثال اليوم مثلا أنا كنت في سجن فهمت المرنقية، شهدت الصف 6 ساعات عشان نحاول أن رأى ولدي. يعني وقعدت نسأل الناس اللي فهمت شدين يعني الطبور فهمت الطويلة غاية، أني كله شباب يعني مشدود في قضايا زطلة، يعني شباب من قضايا زطلة إلى شباب يركب البحر ويغرق، إلى شباب يعني يعمل فهمت عمل فهمت ثقافي مجنون. فهمت؟ فما أزمة حقية في البلاد. بقوسين البارح كنا في محكمة بن عروس، ثم سمعنا يعني فما جملة من متعاطفين معهم حبوا يعني يعملوا وقفة فهمت يعني احتجاجية قدام المسرح البلدي. في نفس الوقت أقدم شاب تونسي على يعني فهمت حرق نفسه واليوم توفى رحمه الله. يعني ما تجمش تعزل هل المشاهد هذوما عن بعضها. أنا نقول يعني المشهد التونسي كله لا يتجزأ، لذلك أنا لا أسعى إلى يعني كما قلوا شنزيد يعني نطور فهمت المسألة. أنا نتصور لابد من التعقل، لابد من التفاهم. فهمتني إحنا في تونس حاجة إلى صوت العقل، فهمتني لغة الحوار، لغة التراحم بيناتنا فهمت إلى آخره، وحل مشاكلنا يعني بالحب وبالتسامح وفهمتني بالتآلف، خاطر الطريق الآخر هو طريق مسدود وأنا ما نقتنعش به. أعذر فهمتني حتى اللفظة القرآنية العظيمة، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ومثل كلمة الخبيثة كشجرة الخبيثة. يعني أنا نميل، أنت شوف معلم الإنسانية محمد بن عبد الله شو يقول لك؟ من كان يؤمن بالله باليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنا نصور أن محمد رسول الله يعني لمدة شنسلك منهج فهمتني قوي فهمتني يساعدنا على حل المشاكل، وكل يعني محاولات في يعني كما يقولوا تأجيج يعني قضايا كما هكايا انا ما يخدمش حسب تقديري لطار فهمتني يعني فهمت نفسي اللي يعني كما يقولوا اش نعبر عليه فهمت التوانسه الكل فهمت اللي هي انتقال فهمت ديمقراطي فهمتني سلس. سي فوزي مره اخرى مش يكون المنطلق متاعي في سؤالي حوار كنا اجريناه مع المعني بالامر الاول اللي هو ولد الكنز اللي غنى الاغنيه، يقول أنه وقت غنى الأغنية هذية مشاف في باله اللي فما في تونس بالرسم حرية التعبير. مش نحاول نربط اليوم إذا كان نحكيه على سياق ثوري، قاعدين نحكيه على حرية التعبير، قاعدين نحكيه على ديمقراطية. إذا كان نقارنه رويحنا بالبلدان اللي فيها ديمقراطية وحرية التعبير، فما عديد من فنانين الراب في فرنسا في أمريكا يعني حكيه على الأمن وحكيه بطريقة متشنجة على الأمن وبطريقة فيها تصعيد. اليوم في تونس أين نحن من حرية التعبير؟ وهل يمكن ربط اللي قاعدين يقوموا به الشباب هذايا بحرية التعبير، خاصة وأنه فما عديد الكليبات اللي تخدمت في تونس في العامين هذوما الأخرانيين فيها كلام زايد، فيها إشارات يعني غير أخلاقية؟ علاش اليوم بالذات تجبد الموضوع هذايا؟ أنا أسبق وقلت لك اللي التأمين المسار فهمتني الانتقال الديمقراطي في تونس يحتاج إلى مؤسسة أمنية متماسكة فهمت قوية. في هذا الإطار محمد صلى الله عليه وسلم بعدة أطراف سياسية يعني أنا في تقديري يعني لابد شتصير في هذا فهمت الاتجاه، يعني برشا أطراف سياسية سواء داخل السلطة أو فهمت المعارضة تسعى فهمت إلى فهمت تحقيق فهمت هذا الهدف هو هدف مشروع. فهمت؟ وبالتالي يعني اليوم أكثر من أي وقت مضى فهمتني يعني الناس تدعو إلى تطبيق القانون فهمتني وكل شيء. أنا رأى فمثلا في مسألة إرجاع فهمتني هيبة الدولة، هو ميرجع هيبة الدولة إلا ما الدولة ما تحسن من أدائها له، يعني مش ضمن فهمتني سياسة العصا شيء تحقق هذا، ولكن فما مسعى وفما فهمتني في هذا فهمتني الإطار. فيما يخص فهمتني حرية التعبير، أنا قبل سبقت قلت لك في تونس إحنا يعني كان ما جاش فما احتقان سياسي
فهمتي الخيري يعني تكون فهمتني الأمور فهمتني تسير بطريقة فهمتني أسلم وأسلس، ولكن الاحتقان ضبابية فهمتني الرؤية، عدم قبول الآخر سياسيا، يعني عدة ملفات معطلة، فهمت؟ هذا ينجم يساهم في يعني الأجواء اللي احنا نعيش فيها. ثم يصبح فهمتني حديثنا حول الحرية الإعلام والحرية التعبير يعني مش حديث دقيق، باعتبار في برشا أحيان تنحى فهمت هذه الحرية، ما احنا نمنحها الفوضى، وهذا في اعتقاد بيخدمش فهمت حسب تقديري فهمت يعني حاجة شيء. وأنا نجم نتفهم يعني الأبعاد النفسية والاجتماعية اللي أدت يعني إلى مثل هذه الفوضى فهمت في الخطاب أو هذا العنف اللفظي. دونك اليوم كنت في سجن المرنقية وحاولت أنك يعني تشوف هادي اللي هو ابنك، شنية آخر تطورات اليوم فيما يتعلق بالقضية، وكنت تحكينا خاصة على ظروف الزيارة في حد ذاتها؟ بالنسبة للتطورات طبعا يعني وقع فهمتني إيداع فهمت ابني فهمتني سجن المرنقية، يعني حالته الحاكم التحقيق محكمة فهمتني بن عروس الابتدائية يعني وجهت له يعني عدة تهم فهمتني جناحي، خمسة تهم يعني منها فهمت الثلب، منها الاعتداء على أمن الدولة، عينت فهمتني وتاريخ فهمتني المحاكمة يوم يعني 21 من هذا الشهر، يعني حاولنا قبلوه فهمت هادي كتفنا يعني هزيت أمه أخته أخوه يعني يسري، بقينا نجي 6 ساعات يعني بالنسبة لولادي أول مرة يدخلوا لك الجو هذا، يعني رغم اللي يعني علمنا اللي سجن المرنقية يضم قرابة 10,000 سجين، شفنا طوابير فهمتني منساء ورجال يعني قاعدين يعني هزين القفاف وش يدخلوا فهمت للزيارة. أنا نحب نعتذر بصدق لبنتي زينب عمرها 12 سنة، هذه البنية يعني قالت لي يعني يا بابا ما سألتنيش من الأول أخوها كيفاش تم إيقافه ولا كل شيء، سألتني يا بابا أختي يسألوا فيها أصحابي وسألتي عن هادي شو نقول لهم خويا ولا لا، هل بعد سنتين من الثورة التونسية يتيح لنا مجال من المعقول يصير فيه الطفل عنا ينجم يخجل من الانتماء؟ أنا أطلق صيحة فزع فهمتي لخيري لما قال إلي فهمت الوضع النفسي في تونس، طفلة بريئة تسألني يعني شو تقول خوها ولا فهمتني لا فهمتني وكل شيء. أنا المسألة فهمتني يعني أنا خطيرة فهمتني خطيرة جدا يعني كل شيء. أنا أطلق صرخة ونحب يسمعها يعني المثقفين والمفكرين يعني أساس أهل البلد هذوما، كما قال واحد أنهم يريدون يعني كما يقولوا أن يستبدلوا هذا الحلم بالمسرح، هي مقولة عميقة، يريدون أن يستبدلوا هذا الحلم بالمسرح. مش معقول نوصل الحالة النفسية هذية اللي الطفل فينا يولي يخجل من تحديد الانتماء، فهمت؟ ولا عمري أنها مسألة في غاية بالخطورة. كذلك أنا يعني أتوجه إلى زوجتي شتكون متماسكة تمست، وندعوها فهمت شتكون يعني متماسكة في الفترة هذه من أجل العائلة من أجل الناس الكل، كما يعني أنت تحتم لي فهمت الفرصة هذه شنحيي يعني فتاة رائعة تركية يعني هي إيدا اللي هي خطيبة هادي، وقد أصرت شتكون حاضرة يوم 21 لمتابعة المحاكمة نتاعو. على فكرة هادي يعني قراها في اسطنبول، قراها هادي في اسطنبول في التقسيم في جامعة تومر، قبل أن يقراها في الجامعة الكندية بأبو ظبي، ثم التحق يعني بالجامعة فهمت الأمريكية فهمت بني دبي، ثم سافر لي مشى لاسطنبول. يعني عملت التاريخ وقت كلمت أختك إيش تخلي الجامعة الأمريكية بدبي وتمشي تقرأ لي في اسطنبول في تومر؟ قال لي أنا أستطيع أن أعيش في عاصمة بلا أجنحة. قلت له كيفاش يعني دبي عاصمة بلا أجنحة وهي تملك أكبر سبر من الطائرات المدنية في المنطقة وأطول صومعة وأطول برج خليفة وأطول وتشنو تمشي لي فهمت كل شيء؟ ثم ما فهمتش قاعد يقول فهمت بلا أجنحة، حتى قعدت نتأمل في كتاباته إيش معناتها فهمت بلا أجنحة، ثم علمت أن هذه الأجنحة هي المسافة الفضائية اللامحدودة كشرط من شروط الإبداع، فهمت؟
يعني ماذا عسانا أن نفعل بكاميرامان وسن مبدع يعني يفكر كما هكايا فهمت لي كل شيء. هل يعني زعما يعني ستسحق الجدران روح هذا فهمت الشاب ولا الشباب؟ عمري فهمت القضية أعقد يعني أعقد بكثير يعني مما فهمت يعني نعتقد. طبعا نعتذر لهذا من الكل بسيفتي أنا المسؤول فهمت أني الأول كما نعاود اعتذاري وما نخجلش الجهاز أخويا الأمني فهمت يعني أن يعني احنا نحبوكم تكونوا فهمت جهاز متماسك وقوي فهمت أنه صلب وانتم عانيتوا في عهد بن علي وقاعدين تعانيوا فهمت واحد وانتم قاعدين يا أخويا فهمت أني تبصح فيكم كل شيء فهمت حقكم علينا هذا ما نخجلوش منه خطر نحبه نمن خطر نمن بخيار الدولة ونمن لابد من إرجاع هيبة الدولة ولكن في حدود يعني التوازن الاجتماعي العام ميجموش يمشيوا مثلا بعض الشباب كما تقول انت يعني في السقين سمحني في الكلمه يعني فهمت هذا هو رايي فهمت اليوم سي فوزي كسجين اسلامي سابق في فتره الثمانينات انطباعك انك تلقى روحك في موقف انه سياسه الدوله اللي حكيت عليهم انت قبيله مطولا سياسه الدوله اليوم هما رفاقك في الدرب في الماضي صحيح انا تجنت يعني تجنت في عام 82 في قضية معروفة بقضية الحجاب ثم يعني كما كنا عانينا من الاضطهاد ومن القمع ونظرنا أنا أول كتاباتي الشعرية كتبتها وأنا نثبت عليها نتو وقت اللي لقيت روحي بين أربعة فم جدران فهمت يعني وحدي في زلزالة صرختك وقتها فهمت صرختي من سجون الفكر في بلدي من سجون الشعب في بلدي من وراء القضبان الحديدية من وسط الحيطان الفولاذية هاك مني توجعي يا أحلى الأوطان يا وطني أصحو على وطن قصيدة أهديها لابني هادي كصباحات السجين أعد الدقائق أرشم الساعات دفاترا لعله يطويني أو أطويه النهار أجلس في مقاهي الأزقة أسترق الأسرار والأضرار أشم روائح المدينة الجرذان الطاعون البوليس التاتار توجعني بطني ولا أدري هل سألتهم اليوم صندويتش نقانق دجاج أم أن الأمر يستلزم التهام حمارا أعود إلى البيت يحملني جسدي متعثرا كليل وطني هل وجهته النهار ألقي بالجسد المتعب أمام الأريكة أخفو أصحو على المذيع يتلو الأخبار أتمنى ليلة وردية الأحلام أتسلل إلى مخدائك يا حبيبتي أود لو أسافر في جسدك كما أسافر في الخريطة سندبات يهوى الترحال في أي مدينة سابيت الليل يا فاتنتي وحشو وسادتي غيلان جدتي الطاعون الشبيحة مصر الثورة والثوار أتجرع ما طاب من المنوم وقبل أن أصحو من جديد أتساءل وقبل أن أخفو من جديد أتساءل هل سأصحو يا بني وطني على وطن نسقيه الأزهار.